كنا اتفقنا ان لو سيمتومز وساينز وكلام كده اتفقنا ان عشان مش الخط دي ايرلي وفي ايه وفي ليه العلاج التريتمنت ايرلي وليه برضه ايرلي لو شفناه عشان بدري يلبس العيان جلاسز يعني يستعمل له كونتاكت لينز جميل علشان ايه يشوف لانه كان عنده ايه دكتور وفاء مايوبيا وايه واستجماتيزم النظر كان ضعيف بس لاحظ ان الكونتاكت لينز هنا مش اي كونتاكت لينز ده هارد كونتاكت لينز يعني ايه هارد كونتاكت لينز عدسه لاصقه ناشفه عدسه لاصقه ناشفه تعمل ايه على الكون تضغط على الكون تبريس عليه وتخلي الكون كلها بنفس الكيرفتش عدسات البنات بتلبسها والولاد بيلبسوها العاديه دي عدسات فطريه انا بستخدم العدسه هنا من ماده ناشفه شويه زي ما تكون كده بلاستيك بحيث بتضغط على الكورنيا وتخلي الكيرفتش واحد يبقى ده لو ايرلي لو ليه هتعمل ايه يعني القرنيه فيها وبس دي خلاص باظت مشكله خد يا الامر كيراتوبلاستي بينتريتنج كيراتوبلاستي صح اللي انا قلته ده؟ لا هنخش بشويه بقى تفاصيل حديثه شويه يبقى احنا كده نبدا بس نرص القاعده وبعدين نغني بعد كده ايه اللي العلاج؟ بنظر لو كنت كلينس ليه العلاج؟ بينتريتنج كيراتوبلاستي بص يا ستي بقى كيراتوبلاستي البينتريتنج ده فور سيكنس يعني كل القرنيه صح؟ لا هم اكتر جزء بتنطرد بسبب القرنية المزروعة هو الاندوثيليوم والديسمت ميمبرين ايه بقى تنطرد دي؟ مش احنا لما بنزرع عضو ممكن الجسم يطرده او لما بنزرع الكورنيا ممكن الجسم يطرده اكتر جزء بيتجنن جهاز المناعة وممكن الجسم يطردها بسببه هو الاندوثيليوم والديسمت ده في مشكلة في اللي انا قلته ده؟ مفيش مشكلة راهم مخترعين حاجة لطيفة جدا قال لك احنا نشيل كل الكورنيا ما عدا الدسمت والاندوثيليوم دول ونغير كل الجزء اللي فوق ده هو الكيراتوكونس في الغالب يعني في مشكله في الاندوثيليوم والدسمت ولا مشكله في الاستروما مشكله في الاستروما صح فيعملوا الطريقه دي من استبدال القرنيه اسمها ديب لاميلر كيراتوبلاست مش انتوا عارفين ان الكيراتوبلاست هي بنتريتنج فور سيكنس هي لاميلر لاميلر ده بارشل سيكنس صح هو هنا عبد الرحمن عمل بارشل سيكنس عمل بارشل سيكنس سمول او سوبرفيشال بارشال سيكنس ولا دي بارشال سيكنس دي دي بنسميها دي لاميلا كيراتوبلاست بنسميها دي لاميلا كيراتوبلاست خدت بالك ازاي؟ فاهم قصدي؟ يعني ايه؟ يعني المرحله المتاخره العلاج بنتريتنج كيرات ايه الجديد؟ الجديد عمل تكنيك اللي انا بحكي لها على السبوره كلاما سهل كان تكنيك صعب عمل تكنيك اسمه دي لاميلا كيراتوبلاست بالظبط مكتوب عندي دي انتيريور لاميلا مش فاكر دي لاميلا كيراتوبلاست دلك حاجه اسمها دلك ديب لاميلر استفدنا ايه عشان تبقى فاهمه لو عايز تكتب الكلمتين الديب لاميلر استفدنا ان احنا ما نقلناش لا الدسمت ولا الانسولين ففرصه الريجكشن اخبارها ايه قلت ولا زادت قلت نقول تاني هي القرنيه باظت في مراحل متاخره نشيلها ونجيب غير نشيلها كلها كله طيب ايه رايك ان احنا ممكن نشيلها ونستبقى الاندوثيليوم والدسمت ميمبرين فرصه طرد القرنيه المزروعه تقل خلاص كلها نسمي التكنيك ده ديب لاميلر كيراتو ايه كيراتو ده في المرحله الليت والكلام ده في الكتاب وفي المذكرات في المرحله الايرلي احنا قلنا ليه ده عليه ازاي احنا بنفتكر كونتاكت لينز وجلاسز صح كده هارد كونتاكت لينز وجلاسز ايه الجديد بقى الجديد حاجتين مش في الكتاب موجودين الاثنين في المذكره بيتقالوا في المحاضرات والراوندات وبيتقالوا في المحاضرات والراوندات حاجه اسمها كروس لينكج حاجه اسمها كروس لينكج وحاجه اسمها رينجز حاجه اسمها كروس لينكج وحاجه اسمها رينج ايه الكروس لينكج الكورنيا طبقاتها بصي خلاص لما نبدا في مذكره اثنين يا جماعه انا هبدا في مذكره ماشي لما تيجي تتفرج على الكورنيا تلاقي الكورنيا لاميلي طبقه صح ما بينهم من بعضهم بوندز عارفين البوندز دي في الكيمياء اللي هي روابط كيميائيه صح مفيش مشكله احنا قلنا سبب الكيراتوكونس اصلا من الطبقات بتاعه الاستروما دي قويه ولا ضعيفه طيب هم اكتشفوا ان تعرض الكورنيا للالترا فايلت ريز الترا فايلت ريز اللي هي الاشعه فوق الايه البنفسجيه يساعد ان البوندز دي عاصم يحصل لها ايه تبقى اقوى وتتصل مع بعضها بقوه بس كلمه كروس لينكج يعني ايه يعني كلمه كروس لينكج يعني تداخل
مش احنا لما بنيجي نبني بيت يا احمد بنجيب طوبه وبعدين طوبه بنربطهم ببعض ازاي؟ باسمنت صح؟ لان الالترا فايلت ريز دي حطت اسمنت ما بين اللاميلي وبعضها خلاتهم يمسكوا في بعض اكتر. طب لما يمسكوا في بعض اكتر تبقى القرنيه قويه ولا ضعيفه؟ قويه. فاهم حاجه؟ يعني الكروس لينكج ده عباره عن الترا فايولت ريز. بس عندي كارثه بتوع الكتاب يسمعوني تكتبي ايه؟ بتوع الكتاب يسمعونا لما تيجي تكتبي ايه؟ بس دي نفسها ان العين يا شراوي بتتعب جدا من الالترا فايولت، يعني الريتنا دي لو طلعنا الالترا فايولت ريز تروح تضيع. فرحنا عاملين ايه؟ رحنا حاطين على القرنيه ماده اسمها ريبوفلافين فيتامين بي 2. الماده دي القرنيه بتمتصها كويس جدا. وهي الماده دي بتعشق وبتموت في الالترا فايولت ريز. القرنيه اهي احط عليها ريبوفلافين تمتص. ولما اعرض العين للالترا فايولت ريز مين اللي هيمص الالترا فايولت ريز؟ ريبوفلافين. يبقى تاثير الاشعه واقع على مين بس يا جماعه؟ على القرنيه. عشان كده ذوق احنا هنعمل ايه كورس لينكج دي؟ هنكتب ايه؟ هنكتب كده ثلاث جمل، ثلاث جمل. الاول بنشيل الاكزيليوم بتاع الكورنيا، ريموف الاكزيليوم، وبعدين فيتامين بي 2 اللي هو اسمه رايبو فلافين، وبعدين الالترا فايولت ريز. اقولها تاني ولا بلاش؟ اقولها تاني؟ ببساطة تعرض القرنية للالترا فايولت ريز بيزيد من تماسك اللاميلي مع لما نعرض العين او الكورنيا الالترا فايولت ريز ده بيزيد تماسك اللاميلي. احمد باشا ماشي؟ انا بشيل الاكزيليوم ليه؟ عشان خاطر مش هيخش الريبوفلافين جوه الكورنيا من غير ما اشيل الاكزيليوم. يعني ايه؟ يعني لو حطيت الريبوفلافين على الكورنيا وفي الاكزيليوم مش هيخش جواه، مش هيمتص يعني. لازم الاول اشيل الاكزيليوم. الاكزيليوم بيرجع يتكون، ما تزعلش عليه، هيرجع يتكون خلال 48 ساعة. وعلى بال ما يتكون بنديله مضاد حيوي عشان ما يحصلوش انفكشن، ما تقلقش يعني. ريموف انزيليا ريبوفلافين او فيتامين بي 2 الترا فايولت ريز. ماشي؟ في طريقه ثانيه اسمها رينجز الحلقات. بص كده. تخيلين انا اهو، انا كون راسي دي تكون مش عارف كده تكون يكون، والراجل ده شاب يكون اللي هو انا يعني من الناحيه دي، وحد كمان في شاب من الناحيه دي، يكون الراجل في النص. يكون اهو حد شاب كده وحد شاب كده، يبقى الراجل في النص يهبط يتبطل. صح. احنا هنعمل كده، هنحط جوه جسم الكورنيا، هنحط جوه جسم الكورنيا حلقات رينجز. هنحط جوه جسم الكورنيا حلقات رينجز. بصي الكور المفروض مكانه في النص صح؟ جوه جسم الكورنيا في حلقه اهي، حلقه من ماده السيليكون اهي، وحلقه ثانيه اهي، او حلقه من ماده الاكريليك، وحلقه اهي. هو مش مضايق حاجه مضايق قوي في الرؤيه يعني؟ لا ما احسن مضايق مش مضايق حاجه ابدا. حلقه اهي وحلقه اهي. الحلقه دي هتشد في انه اتجاه؟ كده. والحاله دي هتشد بقى اتجاه كده. كوني برالو في النص يا جماعه يتبطل. صعبه دي؟ صعبه؟ يبقى احنا نعم؟ لا مش هيفرقع. يا ريت بس يا ريت بس يبقى فلاتن. يا ريت يبقى فلاتن. انت بتتكلم عن حاجه عامله كده. عمره ما هيفرقع، يعني يا دوبك بس يبقى فلاتن، يا دوبك. فابتدي كده سترومال كورنيا رينج. انترا سترومال كورنيا رينج. انترا سترومال كورنيا رينج. Intrastromal cornea ring. Mm-hmm.
made him cross intrastromal corneal ringes. Intrastromal corneal ringes. Intrastromal حلقات. اسمح لك. نعم. بص بقى يا سيدي. صلاه. دي خلاص الموضه دلوقتي يعني اللي انا بقوله ده الموضه اللي الدنيا كلها بتعملها. الكروس لينكج بيوقف تدهور الحال. ركز كده. الكون اهو لما عرضوا الاشعه على الالترا فايلت ريز دي هيتحسن النظر ولا هيقف تدهورها؟ هيقف تدهورها مش هيتحسن النظر. لكن الرينجز تحسن النظر. تحسن النظر مش الكون عامل كده؟ صح؟ لما شد كده وشد كده والكون يتبطط النظر يجراله ايه؟ بقى في مايوبيا؟ بقى في حاجه من كده؟ لا. واخد بالك هي بس الفكره هينجح ولا لا؟ بس هي دي الفكره. احنا كتير جدا نعمل كذا حاجه مع بعض حاله مهببه يعني ما تفتكرش انها بسيطه. ساعات نعمل مثلا ايه رينجز وكروس لينكج وممكن يلبس بعدها نظاره كمان. واخد بالك القصه كبيره يعني. المهم بس نبعد دي عبد الرحمن عن الماساه اللي اسمها كيراتوبلاست لان ده واد شباب او بنت شباب لسه صغيره مقتبل العمر عندك 20 ل 21 سنه. لما تعمل زراعه قرنيه دلوقتي والقرنيه المزروعه لها متوسط تعيش فيه يعني اكيد بعد شويه هتبوظ يعني اورجن مزروع قبل 10 سنين يعني انت على 30 سنه هتحتاج زراعه قرنيه ثاني. فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ حوار يعني. طيب عندنا مرض بعد كده شكله كده اسمه كيراتو جلوبس. فاكرين الكتاب الكورنيا؟ يعني فاكرين الكتاب الكورنيا؟ فاكرين الكتاب الكورنيا؟ لا. يعني ايه كتاب الكورنيا؟ كنا بنقول ان الكورنيا الايزيا الانفلاماتوري تمام انفلامات والانفلاماتوري يا كيراتكتيزيا يا انتيروستافلوما. كيراتكتيزيا وزود ايريس الانتيروستافلوما ويز ايس. طيب والنون انفلاماتوري اللي هي الوراثيه يا كيراتو كونس يا كيراتو جلوبس. صعب اللي انا قلته ده؟ مفيش فرق يطلعوا مطعم. ايه كيراتو جلوبس؟ اهي كيراتو جلوبس. طب الكيراتو كونس كانت حته عامله برش في الكورنيا. حته صغيره عامله بلش مش كده؟ كيراتو جلوبس كل الانتيريور سيجمنت وكل الكورنيا عامله بلش. كل الانتيريور سيجمنت وكل الكورنيا عامله بلش. صعب الكلام ده؟ صعب؟ فاهم كده؟ شكلها عامل كده بص شكلها عامل كده بص يعني بص كان عامل كده بالظبط. الكون كان عامل ازاي يا معاصر؟ حاجه وراثيه بقى. معنى كده ايه؟ الكورنيا لارج طبعا امور كده صح؟ الانتيريور تشامبر شال ولا دي؟ دي في هنا جمله مكتوبه بتقعد تلخبط وتتضايقوا منها وهنقولها كتير بعد كده. الايريس تريميولس ده في حاله واحده بس. لو مع زياده حجم العين السسبنسر ليجامنت اتقطع مش عايز اسمها السسبنسر ليجامنت ماسك الكريستال لينس في مكانها ولو اتقطعت العدسه هيجرى لها ايه؟ لخلخ. طب العدسه دي مين ساند عليها؟ ايريس. ثواني مش العدسه دي ساند على الايريس؟ لما العدسه متلخلخه كده الايريس تبقى ثابته ولا تتلخلخ رفرف؟ تتلخلخ او ترتعش تريميلوس يعني ايريس مرتعشه تهتز. في مشكله كده؟ نقول تاني كيراتو جلوبس ده كونجنتال انلارجمنت لكل الانتيريور سيجمنت. كونجنتال انلارجمنت لكل الانتيريور سيجمنت. الكورنيا لارج حجمها كبير. الانتيريور تشامبر دي الايريس تريمولوس. طب الريفلكشن مين يفكر بقى معايا؟ الكورنيا كبرت كلها بنفس التساوي. اخبار المايوبيا ايه موجوده ولا لا؟ موجود. اخبار الاستجماتيزم ايه؟ مش موجود. اخبار الاستجماتيزم ايه؟ مش موجود. هيبقى في استجماتيزم ليه؟ صح يعمل يا رجل؟ يعني الكورنيا كلها كبرت بنفس التساوي. طالما الكورنيا كبرت بنفس التساوي يبقى في مايوبيا لكن مفيش استجماتيزم. صعب الكلام ده؟ طب تمام. يبقى ايه ده؟ ايه العلاج ايه؟ العلاج جلاسز او كونتاكت لينز يعني تحسين النظر. في مشكله؟ طب بس في مرض العين حجمها بيكبر برضه كده هندرسه بعد كده اسمه كونجنتال جلوكوما. سمعت عنه قبل كده؟ كونجنتال جلوكوما او بوفسالموس. كونجنتال جلوكوما او بوفسالموس. الولد اللي ضغط عينه بيرتفع حجم عينه بيقعد يكبر 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 يكبر.
هيشبه لحد كبير الكيراتو ايه؟ الكيراتو جلوبس دي. يبقى نقول تاني، الكيراتو جلوبس ده معناه انلارجمنت الانتير سيجمنت كلها. العيان عنده كورنيال انلارجمنت، ديب انتير تشامبر، ريفراكشن مايوبيا، واخر حاجه خالص الايريس تريمي. يفرقوا من ايه ديفرنشال دايجنوزس؟ من الاوفثالموس. العلاج نضاره. بس انا عايز اضيف على معلومه، ينصح العيانين بتوع الكيراتو جلوبس ان هم يعني دول بالذات يعني قرنيه كبيره خالص كده، ينصح ان هم ما يشتركوش في اي رياضه وما يحاولوش يعملوا نفسهم رجاله في اي موقف خالص. يعني ما ينفعش يلعب رياضه ولا ينفع يتخانق مع حد، لان خبطه بسيطه على القرنيه، القرنيه مشدوده شده رزله جدا، ممكن القرنيه يحصل لها ايه؟ تفرقع. ده معلومه عليا مش بس ولا تكتبي حاجه. ماشي فاهم حاجه يا احمد؟ يعني هو الولد مش هتبقى الامور بسيطه زي ما انت متخيل. هو لابس نظاره وعينه حجمها كبير او قرنيه حجمها كبير وبنفس الوقت مش عايز يشترك في اي نشاط ولا يحتك باي حد خالص. اخر حاجه خالص بنيني بيها الكورنيا الكيراتو بلاستي، فريع قرنيه. ثواني كده، احنا اخدنا الكيراتو بلاستي ده الكيراتو بلاستي معناه ريبليسنج الكيراتو بلاستي معناها ريبليسنج الديزيز بكورنيا باي كادافيريك 1، احل محل الكورنيا التعبانه بكادافيريك 1. الكلام ده من حيث السمك، يا بينتريتنج وده معناه انها فول ايه؟ فول سيكنس. يا لاميلر ودي معناها انها بارشل ايه؟ سيكنس. مش كنت بقول الكلام ده؟ كنت بقول ان زراعه القرنيه او تبغيل القرنيه بنجيبها من جثه وعشان نعملها يبقى يا كل السم يا حته منه بارشل سيكنس. خلي بالك ده لا يتعارض مع اللي هقوله كمان لحظه. انا هقول كمان لحظه ايه؟ ده من حيث ايه يا جماعه اللي انا شرحته ده؟ السم. من حيث المساحه الاريا اللي انا واخدها يا بارشل واخد حته من الكورنيا يا توتال. هل في تعارض اللي انا قلته؟ طب ثواني كده. هي ممكن تبقى بارشل فول سيكنس وممكن تبقى بارشل سيكنس لاميلر. فاهمين قصدي ايه؟ وممكن تبقى توتال بينتريتنج او توتال لاميلر. هتفهم حاجه تاني، بارشل بينتريتنج بارشل لاميلر توتال بينتريتنج توتال لاميلر. مفيش اي تعارض، عشان الكتاب كاتب كده انها بينتريتنج او لاميلر. اي واحد منهم مي بي بارشل او ايه او توتال. بارشل او توتال تكتب المساحه اريا يعني، لكن بنتريتنج ولا ميلر تكتب جنبها سم سيكنس. اعتقد مفيش لخبطه ولا حاجه. في حاجه كمان اسمها تكتونيك. تكتونيك دي هتبقى نقعد نتخانق عليها ومش هتفهمي حاجه، وهديكي مثال ليه. معلش الصوت بس شويه. انت عم اوكي. ايه التكتونيك؟ نديكي مثال لذيذ عشان تفهمي ايه التكتونيك دي. بصي دلوقتي القرنيه لو فيها خرم كده، هناك خرم في القرنيه. عندنا خرم في القرنيه، خرم كبير. وما عندناش متوفر يا احمد دلوقتي غير قرنيه بس قليل، يعني قرنيه من جثه بس. حتى القرنيه من جثه معتمه. نزرعها ولا ما نزرعهاش؟ نزرعها. في خرم بقول لك. مع اقرب حزقه اللي في العين هيضربوا ايه؟ هيطير بره صح؟ نزرعها ولا ما نزرعهاش؟ نزرعها ولا ما نزرعهاش؟ نزرعها. يبقى انا زرعتها هنا بهدف اني اشوف والله جاست فرصه بورد. جاست فرصه بورد. كلمه تكتونيك دي معناها ان هدف الكيراتو بلاستي جاست سبورت. تكتب على تكتونيك، اكتب عليها انت كده او جنبها جاست سبورت. فقط انها اعمل سبورت. جاست سبورت. جاست سبورت. تكتونيك جاست سبورت. تمام. نقول تاني، احنا قلنا ايه؟ انه الكيراتو بلاستي يا بنتريتنج فول سيكنس يا لاميلر، اي منهما قد يكون بارشل او توتال. وفي حاجه اسمها تكتونيك، دي حاجه للسبورت بس. يعني ايه؟ حاجه عملها سبورت فقط لا غير.
بيرفوريشن مش عايز يجيب اللي جوه العين، او سماتو سيلو مش عايز يفرقع ويجيب اللي جوه العين كده. ليه بعمل كيراتوبلاستي؟ ايه الانديكيشن؟ النبي ده اسمه كلام اوبتيكال عشان العين يشوف. ليه بنعمل كيراتوبلاستي يا احمد؟ اوبتيكال عشان العين يشوف. لو عنده كورنيال اوباستي اعتمد عنده كيراتوكونس صح. ثيرابيوتيك، عارف يعني ايه ثيرابيوتيك؟ عنده مرض في القرنيه مش راضي يخف. فاكرين الريزيستنت كورنيال ألسر، قرحه القرنيه اللي ما كانتش راضيه تخف، كان حلها كيراتوبلاستي. وفي حاجه اسمها ستراكشرال كيراتوبلاستي. ستراكشرال، ستراكشرال كيراتوبلاستي يعني ايه ستراكشرال؟ دلوقتي كان يا مكان في مرض اسمه تريشيوم، كان يا مكان في مرض اسمه تريشيوم. جميل. التريشيوم ده لما بشيله اهو شيلته، لما بشيله هيتساب مكانه جزء ضايع من الكورنيا صح؟ مش ممكن نحتاج ان احنا نعوض الجزء اللي ضاع ده سامح من الكورنيا تاني؟ يعني حد فاكر التريشيوم؟ التريشيوم ده كان دارس الكونجنكتايفه كده خيره لما تعرف خير، يعني حاجه كده في فصل اسمه الكونج كده خيره لما تعرف خير، عباره عن تريانجل من الكونج كده بيهجم على الكورنيا يخزوها يكسرها. فانا اشيله، وانا بشيله اكيد بشيل معايا حته من الكورنيا، اصبح عندي جزء ضايع من الكورنيا وجزء من الكونج. الكونج مش مشكله، طب الحته اللي ضايعه من الكورنيا دي عايز اعوضها، اعمل لها كيراتوبلاست. كيراتوبلاست ايه ده؟ هدفه اعاده تكميل الكورنيا. ستراكشرال، ستراكشرال طبعا عشان يشوف طبعا، بس الهدف الرئيسي او ايه اللي حصل؟ هو ما كانش فيه مرض ولا حاجه، هو انا اللي بوظت الكورنيا اثناء العمليه غصب عني مش بمزاجي، فعايز ارجع اكونها تاني. This is called structural. مارشال لاميلا. يبقى انا بعمل ليه كيراتوبلاستي؟ يا اوبتيكال، اوبتيكال في الكيراتو، في الكيراتوكونوس وفي الاوباستي، يا ثيرابيوتيك في ريزيستنت كورنيال ألسر، يا اما يكون ستراكشرال. ويراعى ان انا لما اجي اخد، يراعى ان انا لما اجي اخد القرنيه ايه؟ عليا يراعى ان انا لما اجي اخد القرنيه اخدها من عيان ما عندوش ادو هيماتايتس، العيان الجثه يعني ما يكونش عندها ايدز ولا هيباتايتس. ثبت بالدليل القطعي ان الايدز والهيباتايتس بتجيله مع الدموع، ثبت بالدليل مع الدموع. فانا بخاف ان القرنيه دي يكون الفيروس مستخبي هنا ولا هنا جواها. ادي واحد. اثنين، ما تكونش الكورنيا ستورد فور لونج تايم. تعرف ان احنا بناخد الكورنيا من الجثه نحطها في حاجه اسمها بنك قرنيات مرضى حفظه، ما تجيبليش قرنيه متخزنه في بنك القرنيات بقالها مثلا 3 4 سنين، اكيد مع الوقت الفيابيلتي بتاعت التيشوز بتقل، صح ولا ضيق لي؟ ثالثا، تكون الجثه من واحد يونج، واحد كده ايه صغنط لسه. حد يعرف ليه من يونج؟ واخد 10 جنيه عشان ايه يعني؟ عشان تكون صحته حلوه مثلا، ولا عشان المتوفي يشوف حاجات حلوه كان بيشوفها يونج؟ ايه؟ عشان المتوفي بيشوف مركز برافو عليك. ايه؟ خد استمتع بيها شويه. كان ليك 2 جنيه مش هتهمني. طيب فعلا في طبقه اسمها الانسولين. الطبقه دي كميتها ثابته 2000 ل 3000 لكل مليمتر مربع. اللي يفقد منها لا يتعوض. كل ما تكبر في السن كل ما كميه الانسولين بتاعك تقل، وكل ما الكلاريتي بتاعت قرنيتك تقل. فانا هجيب له قرنيه من واحد عنده 80 سنه عنده بعضشي اندوسيليوم، شويه اندوسيليوم خفاف كده،
اربع خمس سنين وهيجرى لهم ايه؟ هيخلصوا خالص وما عادش هيشوف كورنيا ترجع اوبيك تاني، المزروعه ترجع اوبيك. لكن لما الزرعه القرنيه من واحد يانج عندها كميه اندوثيليوم كفايه تقدر تعيش معاها، صح؟ مش في احذيه بتعيش شهرين واحذيه بتعيش سنتين، حاجه زي كده. ماشي يا ستي؟ معقول كده. بص يا سيدي، العمور بقى يلغيني كده واخد بالك، يعني الميلاد مش ممكن اتفتح اكيد، ده معناه ان احنا نعمل ايه؟ القاعده تنفعك ولا بلاش منها؟ القاعده تنفعك ولا بلاش منها؟ بلاش؟ ليه؟ ده مال مال. لا لا الباب احنا ممكن نبقى نفتحه خالص، مش كده مش كتير. حد شايف الخيط الاسود ده؟ ولا مش باين؟ حد شايف الخيط الاسود ده؟ حد شايف الخيط الاسود ده؟ طيب ده انتوا شايفينه. طب حد شايف الخط الابيض ده؟ طب امشي مع الخط الابيض ده، امشي 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 امشي. اللي في النص اللي حدودها بيضة دي الكورنيال جراف، كورنيال جراف، كورنيا مزروعة مخيطينها في باقي أجزاء الكورنيا السليمة. بعد شوية الكورنيا المزروعة بتلزق الكورنيا السليمة وبنشيل الخيط ده، بس مش فترة بسيطة يعني 12 شهر بس، واخد بالك ازاي سامع؟ شايف المنظر ده؟ الصورة دي تفهم بيها سنة وتمتحنها آخر سنة كمان، عليك صور زي كده آخر سنة. لما تجيلك صوره زي كده في خيط اسود اهو معقوده، الخيط معقوده اهو، شايف الخيط؟ الخيط ابو الزفه طالعه اهي. لما تجيلك صوره زي كده دي صوره كيراتو ايه؟ كيراتو بلاست. واضحه ولا مش قوي؟ اتفضل. هنبدا بعد كده في فصل السكليت، فصل جديد على عملنا شهيد. الفصل ده عباره عن صفحتين من الدكتوره وبتاع اربع صفحات ولا حاجه كده. الفصل ده من الفصول الدكتور عادل عبد الرازق بيلغيه. الفصل ده من الفصول الدكتور عادل عبد الرازق بيلغيه. فاحنا هنشرحه مش هنشرحه. بس ما تقوليش بقى تفضلي بالكلمه اللي في الكتاب، يعني على راس الكتاب باختصار كده ساعات. فانا هقول الحاجات المهمه. اولا السكليله دي جزء من الاوتر كوت ولا الميدل كوت ولا الانر كوت ولا انفو كوت، فانفو كوت ولا اي حاجه. لو تفتكري دي اول صفحه في الكورس خالص كانت بتقول ان العين دي، هنحتاج الكلام ده تاني كمان شويه، ان العين عباره عن ثلاث طبقات. عباره عن اوتر كوت، اوتر كوت عباره عن الكورنيا والسكليت، ميدل كوت عباره عن ايرس سيليري بودي وكورويد، والميدل كوت ده كان اسمه ايه؟ يوفيا. هنقول الكلام ده دلوقتي. وانر كوت كان اسمه ايه؟ ريتن. طيب احنا دلوقتي بنصدر الكلام عن السكليت. يبقى اذا ايه هي السكليت؟ دي بوستيريور 5/6، بوستيريور 5/6 اوف ذا اوتر كوت. وهذا بوستيريور 5/6 كلير زي الكورنيا ولا اوبيك؟ اوبيك. This is the oblique posterior 5/6 of the outer coat of the eye bone. جميل جدا. طيب خلي بالك دي السكليرة صح؟ لذيذ. السكليرة دي كده لما تكبرها هناخدها مكبرها اهي. هنكبرها خالص اهي. كبر تاني. خدنا فيها مقطع وكبرناها. لها اوتر سيرفيس وانر ايه؟ وانر سيرفيس. ايه المشكلة في كده؟ الاوتر سيرفيس بتاع السكليرة مغطى بكبسول اسمه التينون كبسول، أول مرة نسمع عنه وهنحتاجه بعد كده، اسمه تينون. العين لابسة كبسول مغطيها من أولها إلى إيه؟ إلى آخرها. العين لابسة كبسول مغطيها من أولها إلى إيه؟ إلى آخرها. الكبسول ده اسمه إيه بقى؟ ها؟ تينون كبسول. ده جديد، ده ما سمعناش عن الكلام ده قبل كده. ده ما يمنعش انها السكليره كمان فوق منها قدام كونجنكتيفه. صح ولا بيتهيألي؟ هي كونجنكتيفه مغطيه السكليره من اولها لاخرها ولا من قدام بس؟ يعني انا احط اصبعي على البياض بتاع عيني. انا اصبعي من قدام كده لمس الكونج، صح؟ ووراها لمس تحتيها مين؟ التينوم كبسول ده وعين السكليره. لكن لو حطيت صباعي طلعت عينك، انا حطيت صباعي من ورا على البياض ده من ورا، يبقى انا لامس ايه؟ التنون على طول. خدت بالك ازاي؟ الاوتر سيرفيس بتاع السكليره ده ماسك فيه كمان الاكسترا اوكلر ماسل، العضلات اللي بتحرك العين. صعب الكلام ده؟ على فكره التنون كبسول كمان
رايح يغطي العضلات. ايه ده انت لابس الجاكيت، هو الجاكيت مغطي جسمك بس وجسمك ودراعاتك كمان، جسمك ودراعاتك صح، العضلات ماسكه في السكليت، فالتن مغطي السكليره ومكمل عشان يغطي كمان العضلات. صح الكلام ده؟ صح تمام. يبقى اذا الاوتر سيرفيس بتاع السكليره كفرد باي تن كبسول وكونجنكتيفا واتاتش دول اكسترا اوكلر ماسل. ذا موست سوبرفيشال بار، الموست سوبرفيشال بار هنطلع اعمل ايه في الجامعه الراجل ده؟ الراجل ده انت ابويا ومش هينفع اقول له كلمه ولا بتاع. قول له هنسمع حضرتك بص ازاي يا راجل اسمه كده ايبس كليرا. يعني اعتقد خطا ان الايبس كليرا دي حته ثانيه، يعني حاجه ثانيه، هي نفسها جسم السكليرا او جسم السكليرا. ده جسم السكليرا صح، ده جسم السكليرا مش كده؟ الموست سوبرفيشال بارت بتاعه اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه ايه؟ اسمه اي بي، اي بي سكليرا، اسمه اي بي سكليرا، اي بي سكليرا. خلاص ده كده الاوتر كور. طب والانر كور من جوه كده تحتيها مين؟ هتفضلوا اطلع عليا ولا حاجه. من جوه تحتيها اليوفيا صح؟ تحديدا مين كمان؟ الكرويد. من جوه تحتيها اليوفيا والكرويد، يبقى ده الانر سيرفيس. والانر سيرفيس ده اسمه لامينا فوسكا، اسمها كده لامينا فوسكا مش توسكا، لا لا لامينا فوسكا. يبقى الانر سيرفيس ده اسمه لامينا فوسكا فيسنج الكرويد، لامينا فوسكا. ادي حاجه. السكليره تقدر تعتبريها ايه؟ فاسكولار. هي فعلا ايه؟ فاسكولار، ما عدا الايد سكليره فيها شويه اوعيه دمويه. ولونها ايه السكليره؟ احمر اخضر ازرق ابيض. ليه بيضاء؟ يعني ليه مش كلير زي الكورنيا؟ مع ان دي كولاجين ودي كولاجين. كولاجين السكليره كان ريجولار ولا ايريجولار؟ ايريجولار. صعب الكلام ده؟ كلمتين هم موجودين في المذكره مختصرين للذكر. في حته هنا في الاناتومي كمان مهمه، ايه الاخرام اللي في السكليره؟ بيرفوريشنز ان سكليرا. بص بقى يا سيدي، السكليره ده الاوتر كود منطقي جدا، وانا داخل بارتري من بره العين داخل جوه العين اخرج من السكليره، وانا داخل بنيرف من بره العين لجوه العين اخرج من السكليره، وانا خارج بفين فين فين من جوه العين لبره العين اخرج من السكليره. ما تشغليش نفسك دلوقتي باسماء الكلام ده، الحصه الجايه ان شاء الله هنقول الكلام ده في الفصل اللي اسمه اليوفيا. عندك اسماء للنيرفز والفيزلز والارترز اللي داخله العين، انا ممكن اقولهم لك بس هنستفيد ايه؟ هنستفيد مش هنستفيد حاجه خالص. انتيريور سيلياري فين ولونج اند شورت بوستيريور سيلياري فين، فورتكس فين وانتيريور سيلياري فين، لونج سيلياري نيرفز وشورت سيلياري نيرفز. فهمت حاجه؟ طبعا هنقول الكلام ده بالتفصيل المره الجايه، ما تشغلش بالك. المهم ان هي ارتريس شرايين ونيرفز بتاع دوت اعصاب وفينز. تمام. اهم خرم على الاطلاق داخل السكليره على الاطلاق هو الاوبتيك نيرف. صح؟ حد فاكر الاوبتيك نيرف ده كان عباره عن ايه؟ اول حصه في الكورس كنا بنقول ان الاعصاب بتاعت الريتنا بتجمع نفسها كده 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 صح؟ وعين تخرج على هيئه ما يدعى ايه يا جماعه؟ اوبتيك نيرف. يا رب يكون او تكوني فاهمه صح، وانا لا اعتقد ذلك، انا اعتقد ان الاغلبيه العظمى فاهمه غلط. الاغلبيه العظمى فاهمه الاوبتيك نيرف على انه عامل كده. بصي ادي قلم وقلم. اغلبيه الناس فاكره ان لو دي السكليره كده الاوبتيك نيرف بيخرج كده. بص الناس فاكره كده معمول له قناه خارج منها
من له قناه كده حلوه كده على قده. لا لا ليس هكذا الحال. ما الحال ازاي؟ ان دي الاسكليرا، دي الاسكليرا صح؟ قرن صغير جنب 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 قرن صغير. فاهمين قصدي ايه؟ جنب قرن صغير يعني ايه؟ الاسكليرا متحرمه في الجزء اللي ورا ده خمس منطقة، كل حرم يطلع منه شوية نيرف فايبر، شوية أعصاب، تتجمع مع بعضها على هيئة الحزمة اللي اسمها أوبتيك إيه؟ أوبتيك نيرف. يعني لو بصينا على السكليرة من ورا، الكلام ده مهم جدا، أنا ما بضيعش وقت في حاجة مش مهمة. يعني لو بصينا على السكليرة من ورا، السكليرة إيه؟ هتلاقي خرم جنب خرم جنب خرم جنب خرم جنب خرم، شوية فايبرات على شوية فايبرات، شوية فايبرات على شوية فايبرات على شوية فايبرات. الكلام ده كله يطلع بعد كده يتجمع على هيئة الأسطور ده يا جماعة، أوبتيك نيرف. عشان كده يسموا حته السكليره اللي ورا طالع منها الاوبتيك نيرف دي لامينا كيريبروزا. عبد الدرس شرعي كيريبروزا الغرباليه، كيريبروزا كيريبريفورم، كيريبروزا يعني المحرمه، لامينا كيريبروزا، لامينا كيريبروزا الغرباليه، لامينا كيريبروزا. ايه يا عسل؟ ليها علاقه بشرعي؟ لا مش اي علاقه باي حاجه، لامينا كيريبروزا. ماشي عبد شرعي دلوقتي ولا الراند اللي فات ولا ايه؟ انت مش نجحت؟ مبروك يا عم الحاج. لامينا كريبروزا صعب الكلام ده؟ واضح ان اللامينا كريبروزا دي حته قويه ولا ضعيفه في السكليره يا دكتوره ساره؟ قويه ولا ضعيفه؟ ضعيف. لما ضغط العين ده يزيد والضغط ده يتوزع على جميع اجزاء العين، اكتر جزء هينضغط بضغط العين العالي وهيتاثر هو اللامينا كريبروزا. عشان كده هنعرف بعد كده ان دي ويكست بوينت اوف السكليرا، وهنعرف انها اكتر جزء لايبل للانجري بواسطه الهاي اي او في انترا اوكلر بريشر. هنقول الكلام ده بعد كده، يا ريت يكون وصل لدماغك حكايه اللامينا كريبروزا. هندرس بعد كده في السكليرا حاجه اسمها ايبسكليرايتس وحاجه اسمها سكليرايتس. ولا حاجه خالص. ايبسكليرايتس ايبسكليرايتس انفلاميشن فيلد. ها؟ انفلاميشن في الاسكليرا اللي هي الصبح في الشلال. الايبسكليرايتس دي هتبقى ديفيوز، يعني كل الايبسكليرا ملتهبه ومحمره، يا اما ساعات يا دكتوره دينا تاخد شكل نوديولار نوديول. اولا الايبسكليرايتس دي يا كولاجين ديس اوردر يا الرجي. ماشي. لما تاخد شكل نوديول تلخبطني يا دكتوره هدير في نوديول تاني بيحصل برضه بجوار الليمبس كان اسمه فليكتين، وكان في جدول مقارنه ما بين الفليكتين والنوديولار اي بي ايه؟ ايبسكلرايت. كان في جدول مقارنه بين الفليكتين والنوديولار ايبسكلرايت. يمكن اذا كانت الايبسكلرايت مهمه، هي مهمه عشان جدول المقارنه ده اللي هو هنا ولا موجود في فصل كونجكتيفا في فصل كونجكتيفا. وهي انها كولاجين ديس اوردر او الرجي يبقى علاجها ايه؟ في كلمتين وبس، كورتيزون خلاص وتريتمنت اوف ذا كوز. تشوف الكوز ايه وتدي كورتيزون. صعبه؟ سكليرايتس. سكليرايتس يعني الانفلاميشن قاصر على الايبي سكليرا ولا كل طبقات السكليرا؟ كل طبقات السكليرا. يا ترى ايه سبب السكليرايتس دي اللي واخده كل طبقات السكليرا؟ نفس اسباب الايبي سكليرايتس، يا كولاجين يا الرج، يا كولاجين يا الرج. طب تمام. بيقول لك انه السكليرايتس، ركز بقى، السكليرايتس عشان على كلمتين بس كده ايه طبيعيين عايزين نقولهم. السكليرايتس بصي يا انتيريور واخد الجزء اللي تبعين السكليرا، يا بوستيريور فل، يا انتيريور سكليرايتس يا بوستيريور سكليرايتس. جميل حلو، يا انتيريور سكليرايتس يا بوستيريور سكليرايتس. لذيذ خلاص. والانتيريور دي منها نوع اسمه نيكروتايزنج بيعمل تاكل في السكليره او نون نيكروتايزنج. خلاص مش مشكله. مش مكتوب الكلام ده في الكتاب على فكره. هي انتيريور يا بوستيريور، والانتيريور يا نيكروتايزنج يا نون نيكروتايزنج. مفيش مشكله. طب تمام. وسببها قلنا كولاجين او الرجن. صح؟ طب تمام. ايه السيمبتومز اللي اشتكي منها العيان اللي عنده سكليرايتس انفلاميشن في السكليره؟ سيفير بين. الم شديد جدا. الم جامد. حلو برضه.
طيب ايه المشاكل العرضه ليها؟ ما تنسيش ان السكليره دي تحت منها كورويد وتحت منها ريتنا. سكليره كورويد او يوبيا وعين ريتنا، صح؟ سكليره كورويد ريتنا. الانفلاميشن ممكن يتنقل من السكليره لليوبيا يوبيايتس، والانفلاميشن ممكن يجمع اكسيوديت ورا الريتنا. سكليره كورويد ريتنا، لو جمع اكسيوديت ورا الريتنا هيعمل ايه في الريتنا؟ هيخليها في مكانها ولا يزقها ريتنا ديتاتش منه؟ الكلام ده في السكليرايتس ولا ده ايه بسكليرايتس؟ السكليرايتس ما تعملش الكلام ده، دي حاجه سوبرفيشال. انا بتكلم عن حاجه سكليرايتس واخده فول سيكنس. اول حاجتين تعمل انتشار للانفلاميشن، تنشر الانفلاميشن لليوبيا يوبيايتس وتنشره للريتنا ريتنال ديتاكشن منه. كمان وجود انفلاميشن جوه جسم السكليره يخليها قويه ولا يضعفها يا رجاله؟ قويه ولا يضعفها؟ الانفلاميشن مش احنا قلنا الانفلاميشن بيجيب له نوع اسمه نيكروتايزن؟ يعني معنى كده جسم السكليره متاكل تبقى قويه ولا ضعيفه؟ ممكن جدا مع الوقت جزء من السكليره يبلش. هنعرف دلوقتي ان لما جزء من اي حته من الاوتر كور يبلش بنسميه سافيلوما. بنسميه ايه؟ سافيلوما. فممكن تعمل سافيلوما. خدت سافيلوما دي قبل كده؟ انتير سافيلوما دي كانت بلش لمين؟ انتير سافيلوما دي؟ كانت بلش للكوري بس كده ولا لها شرط؟ اه لازم جوه منها الايريس. الله ينور عليك. اهو الاستافيلوما لما نيجي نعرفها كمان شويه نعرفها لحظه ان شاء الله نعرف ان هي بلج لاي جزء من الاوتر كور ان ويتش الميدل كور شير. يعني ايه؟ لما السكليره دي تبلج وجواها كورويد تبقى استافيلوما ولا مش استافيلوما؟ استافيلوما نص وثلاث ارباع. خدت بالك ازاي؟ المهم ان اوتر كور بلج جواها يوبيا. طيب علاج ايه السكليرايتس؟ هو يا احمد ايه سببها السكليرايتس؟ كولاجين او الرجي يبقى العلاج؟ كورتيكوستيرويد واحد هيجي لكم. الحقيقه اللي احنا جايين النهارده نقول الموضوعين اللي في اخر صفحه في المذكره هما دول اهم موضوعين في السكليره مهمين فعلا. حاجه اسمها بلو سكليره وحاجه اسمها سكافيلوما. نبدا بمين؟ ايه رايك نبدا بالاستافيلوما عشان احنا لسه متكلمين عنها؟ ايه رايك؟ يلا استافيلوما دي بتسيل في الشفا كتير جدا. استافيلوما دي بتسيل في الشفا كتير جدا. ما جاتش قبل كده نظري، ممكن تيجي، ممكن اي حاجه ممكن تيجي نظري بس ما جاتش قبل كده، لكن بتسيل في الشفا كتير. ده لازم اقوله. استافيلوما بلج للاوتر كود. ويعني ايه اوتر كود؟ يعني ايه اوتر كود؟ يعني ايه اوتر كود؟ يعني ايه اوتر كود يا دكتور روان؟ يعني يا كورنيا يا سكليرا. ان ويتش اليوفيا يا شير، يعني ايه يوفيا؟ ايريس يا سيلير بودي يا كوروي. قد تكون هذه الاستافيلوما انواعها انتيريور استافيلوما واخر حاجه بوستيريور استافيلوما، وفي النص ثلاث استافيلومات تاني واحده واحده بقى كده ملواني. انتيريور استافيلوما يعني ايه يا حماده؟ ها؟ يعني بلج للكورنيا ان ويتش مين شير بالعقل ايرس بتحصل فين؟ ايه السبب؟ ايه المرض؟ كورنيال ألسر. بيرفوريتد كورنيال ألسر. بيرفورال بيرفوريتد كورنيال ألسر. بيرفورال لارج بيرفوريتد كورنيال ألسر. كورنيال ألسر بيرفوريتد. بيرفورال لارج. صح. بيرفورال لارج بيرفوريتد. ده الانتيريور استافيلوما حط عليها علامة صح. ما تتلخبطش. بعد كده في ثلاثة في النص، ثلاث حاجات في المنطقة الوسطانية دي. نيملي إكواتوريال سيلياري إنتركالاري. تاني كده؟ أصلاً في حاجة اسمها الإكواتور ده على الكرة الأرضية اسمه خط الاستواء. كلمة إكواتوريال دي معناها إنها في نص السكريرة في نص العين يعني. ده خط وهمي، ما عندناش في عينك حاجه اسمها الاكويتور. ما عندكش انت في عينك خط اسمه الاكويتور، ده خط وهمي. تمام؟ فايكواتوريال يعني في المنتصف. ايكواتوريال دي بطلع معاها مين؟ افيد والرويد. سيلياري الله سيلياري بطلع معاها مين؟ اكيد سيلياري بودي. طب امال انتر كالري يعني ايه؟ انتر كالري انتر يعني بين الكورنيا والسكرير.
في النقطة دي، هي دي النقطة دي من بره اسمها ايه؟ اللمبس اللي بين الكورنيا والسكيريا اسمه اللمبس. ويبقى مين اللي هيدفع البوز هنا؟ الجنكشن بين الايريس والسيريالي بودي، مش الايريس والسيريالي بودي ماسكين في بعض، اللي اسمه ايريس روت جدر الايريس. فاهمة؟ تاني اكواتوري سيريالي انتر كالوري اكواتوريال فيها كورويد، سيريالي فيها سيريالي، انتر كالوري فيها الروت اوف ايريس انتر كالوري. سواء اكواتوريال او سيريالي او انتر كالوري حد عرفناه سبب؟ لسه قايلينها سبب. ايه اللي يعمل اكواتوريال او سيريالي او انتر كالوري استافيلوما سكليرايتس؟ سكليرايتس او جلوكوما ضغط عين عالي قوي بس في مراحل متاخره، او تروما خطر. صح؟ صح؟ طيب بوستيريور استافيلوما، بوستيريور استافيلوما الله خلي بالك، يبقى ايه انواع الاستافيلوما؟ يعني ايه استافيلوما؟ لارج الاوتر كوت ان ويتش اليوفيا شير، وده قد يكون انتيريور او اكواتوريال او سيلير او انتر كالري. الثلاثه دول كحزمه اثنين وثلاثه واربعه دول سببهم يا سكليرايتس يا جلوكوما يا تروما. الوزن اهو سكليرايتس يا جلوكوما يا تروما. بوستيريور دي بتحصل في الهاي مايوبيا كسر النظر الشديد. انا والراجل الطيب ده والراجل الطيب ده والبنات اللي لابسين عدسات ولا لابسين نظارات كلنا ان شاء الله كده كولكتيفلي عندنا حاجه اسمها سيمبل مايوبيا. سيمبل مايوبيا يعني كسر نظر بسيط. طالما درجه النظاره كل عين لا تتعدى 6 درجات فانت كسر نظر بسيط، يعني 4 3 2 5 شغال. لكن لو درجه النظاره 15 و16 و20 درجات عاليه جدا. هم لو انت عندهم كسر نظر زي وزيك عينيهم بتبقى ستريتش كده مشدوده. بس طالما درجه نظرتك بسيطه مشدوده قوي ولا في البسيط؟ ما دام انت بسيط تبقى مشدوده في البسيط. لكن في درجات عاليه حجم العين وطولها بيجرى له ايه؟ يزيد. يعني اللي لابس قعر كوبايه ده اعرف ان عينه من ورا تحديدا كمان طويله قوي ومشدوده. لما بتتشد كده ده معناه ان السكليره از سكر ولا سن؟ سن. سهل يحصل لها ايه؟ بلج حتى مع ضغط العين النورمال. هتفهم حاجه؟ هو بيحصل لها بلج، بيحصل لها بلج في الجزء البوستيريور. او على انه جزء ضعيف صلى بلج في الجزء البوستيريور. طيب فهو بس السؤال اللي بيطرح نفسه عم هيثم دلوقتي، هو البوستيريور استافيلوما دي انا اقدر اشوفها بالعين المجرده؟ هي بوستيريور ورا كده اشوفها بالعين المجرده، فمضطر اعمل لها اشعه تلفزيونيه الترا سونوجرافي. الاشعه التلفزيونيه دي يا ابني اللي بيشوفوا بيها الجنين في بطن امه، يعني تقدر تخترق صح؟ فانا هحطها كده يغمض عينه كده واحطها على جفنه من بره اقدر اخد صوره للي جوه. او حاجه اسمها اوفثالموسكوب. حد عارف يعني ايه اوفثالموسكوب؟ اوفثالموسكوب منظار قاع العين. اوفثالموسكوب اوفثالموسكوبي الاوفثالموسكوب يديني فكره عن قاع العين، شكل العين من ورا ايه. يقول تاني تيجي تلبس كيو يقول لك بوستيريور استافيلوما كان بي سين باي نيكد اي. الاجابه ها؟ كانوا بي سين باي نيكد اي. امال تتشاف بايه؟ تتشاف بالالترا سونوجرافي او بالاوبسامو. قال يا سيدي استافيلوما صعبه؟ ايه انواع الاستافيلوما؟ ايه انواع الاستافيلوما يا دكتور ايه؟ انتيريور سكواتوريال وسيريال وانتر كالري وبوستيريور. عندنا بعد كده حاجه اسمها بلوس كلير. ايوه بس انا موجوده ملاحظه في الكتاب، موجوده ملاحظه في الكتاب صفحه 112 ملاحظه كده صغيره في الكتاب. دي مهمه، دي مهمه كمان عشان لما تاخد ان شاء الله بطنه ان شاء الله في يوم من الايام هتنجح السنه دي باذن الله وتاخد بطنه عامه. تتكلموا ليه؟ ايه اللي ملاحظاه غلط في الصوره دي؟ سكليرا لونها ايه؟ ابيض والله ازرقهم مزرقه صح؟ ايه الامراض اللي بتعمل بلو سكلير؟ هنقولها دلوقتي قبل ما نقول الامراض اللي بتعمل بلو سكلير هي دي الاستافيلوما. هي دي الاستافيلوما. واو كلام النظر الغير الحقيقه خالص. القرنيه تحت اهي ودي سكلير. المفروض ده البياض، المفروض ده كله يبقى بياض صح؟ شفت الحته اللي حصل لها ايه؟ في بياض اهو ابيض حاجه بسيطه خالص اهي. وايه اللي تحت منها الملون او الغامق ده؟ يوفيا. يوفيا
يوبيا. طيب بالجر مين؟ السكليرا. شايف فيها مين؟ يوبيا. وهي السكليرا لما تبقى بالجر كده هتبقى سك ولا سن؟ ده خلاص ده شفى الله شويه عشان الله ايه؟ فرع ما بقاش موجود. محدش يسالني يتعالج ازاي والكلام ده يعني. هيتعالج ازاي؟ انا راجل مرجع هنشيل عينه ويبقى عينه. خد بالك ازاي؟ ايوه. انا عايز اسال سؤال، الراجل ده اسبابه ايه؟ مهمه الاسباب دي، افتح النور. اسبابه مجمعه كلمه شيبسو. شيبسو. السي تشيلدرن. الاتش هاي مايوبيا. البي بوف صلبوس. الاس استابلوما والقلقه. استنى بس استنى قبل ما ناخد الحاجات دي ليه بتعمل دروس كبيره؟ سطر كده. كل الحاجات دي بتخلي السكليرا سن سهم بالعرض. شو اندرلاينج كورويدال فينز. بس خلاص هتفهم حاجه؟ كل الاسباب دي هلف 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 هقعد اكسرهم يا عاصم دلوقتي كلهم. هلف 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 واقول ان الاسباب دي بتعمل سين سكليرا وتوريني الاندر لاين كورويدال فين، فتبدو السكليرا وكانها ها وكانها زرقاء. يعني مثلا تشيلدرن هو الولد الصغير ده السكليرا بتاعته ويل ديفلوبد ولا لسه؟ لسه. بتبقى سيل شوم الاندر لاين كورويدال فين، تقطع الام كشف وتيجي تقول لك والله البياض بتاع الولد ده مغير لونه مزرق، تاخد انت منها كشف او من مرض الكشف بره مش اي مشكله، ولا تطمنها بقى تقول لها لا ان شاء الله مفيش حاجه ده ولا عادي وطبيعي وكده. هي مخضوضة عندها حق بس انت تطمنيه. هاي مايوبيا. الله الله. هم اللي عندهم هاي مايوبيا عينيهم بتبقى ايه؟ مشدوده ستريتشد، ولما تبقى ستريتشد السكليرا تبقى سن شوينج اندرلاين كورويدال فين. طب بوفصالموس. بوفصالموس ده كونجينيتال جلوكوما، ارتفاع ضغط العين في الاطفال. وانا لسه قايل حصان ان ضغط العين في الاطفال لما بيرتفع العين بيجرالها ايه؟ بتكبر. فلما تكبر السكليرا تبقى ايه؟ ستريتشد. ولما تبقى ستريتشد تبقى سيرن شونج الاندر لاين كورويدال فينز. بلف وارجع نفس الجمله. طب استافيلوما. الله الله الله. استافيلوما ده بارج في السكليرا صح؟ الله. طب ما هو بارج في السكليرا خلي السكليرا از سن، ولما تبقى سن توريني الكورويدال ايه؟ فينز. فهمت قصدي ايه؟ او الاو الاخيره اوستيوجينيسيس امبرفكتا. اوستيوجينيسيس امبرفكتا. تمام. مرض اوتوميون حاجه مش عارف لها سبب. الكولاجين خلص، الكولاجين نفسه تصنيع وحش. طيب وبالتالي تكوين العظام وحش، اسمه اوستيوجينيسيس. تكوين العظام وحش، فالولد ده لايبل لان هو يتكسر. البون يبقى فراجايل، البون يبقى فراجايل يكسر بسرعه. كمان العظم دي العظيمات دي او الكونكتيف تيشو ده بيشارك في تكوين عظيمات السمع. حد بيعمل في الاذن هنا ثلاث عظمات دول الميلس والانكس والستيلس. ايوه. وبالتالي ما عنده ديفنس. وكمان الكولاجين بيساعد في تكوين السكليرا، فتطلع السكليرا لونها ايه؟ بلو، لان الكولاجين بتاعها مطول فورم. يعني الاوستيوجينيسيس امبرفكت. امبرفكت يعني مش 100%. اوستيوجينيسيس تكوين العظم، تكوين العظم مش 100%. عنده فراجايل بون، عنده ديفنس، وعنده بلو سكليرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يوبيا الفاش. بالنسبه للموضوع المذكر ده عايز اقول كلمه ديبس. هي مذكره معايا الراجل بتاع ربيع بيصورها من ورايا مش معايا الاصل. مش مشكله اشتري منه لو عايز، بس اتاكد ان الصور الملونه موجوده وتصويرها كويس. يعني ما عنديش مشكله ربنا يرزقني يا عم وسع عليه. انا لو بعت 300 مذكره 500 مذكره مش هكسب منهم قد طالب بيدفع كورس يعني. ما تفتكرش ان المذكره دي حاجه. التكرار ده يا جماعه واللي ياخدها يبقى ليك فلوس وما مروح ربنا يحبه. طيب يا عم يلا يلا سجل بسرعه 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 عشان نشرح. هنبدا فصل خلاص بنشرح. طب قبل ما نشرح تنبيه، في امتحان على الكورنيا يوم الخميس. امتحان كورنيا يوم الاربعاء او الخميس. في امتحان كورنيا الاربعاء او الخميس. في امتحان كورنيا الاربعاء او الخميس.
جماعه كل واحد يحضر 10 جنيه وخارج وياخد 2 جنيه في امتحان كورنيا الاربع وخمس حتى الثاني جماعه الصور موجوده بقى بعد كل فصل مش موجوده كام يا دكتور 8 الصور موجوده والله خلاص صور ايه منك لله يا احمد منك لله يا احمد يا عم طيب بس عشان برضه 10 دقايق على الرغم من الساعه الان كل اوسو اللي تاخد غياب فيه يوم يا تراك ايريس قدام سيليا ريبودي كوروي ده انا نبدا في الايريس ايه الايريس ده عامل الحب ده قفحيه يالا اللي بتدي لون يالا العينين يالا يقعد الغزه اللي يقول لك عينيه لونها مش عارف ايه كلام فاضي التافه اللي انت عارفه ده بص قفز ايريس ايريس اناتومي اوف ايريس قفز ايريس مهم جدا في المحل النظر اللي الدكتور عادل منون فيه مش الاناتومي اوف يوبيا الاناتومي اوف ايرس مع انه كان اهبل خالص ايرس از بيجمنتد ديافرام بيجمنتد ملون اسود بني اخضر ازرق يقول لك مش عارف اصله عسلي كده بيجمنتد ديافرام بيرفوريتد ان ذا سنتر مخروم هذا الديافرام في النص فيما يدعى البيوبيد لون نور نفتكر كلام تافه خالص تافه خالص العين عامله كده العين عاملة كده والايريس اهو كانت الايريس قدامها تشامبر قولوا معايا كلام بتاع عن الاطفال انتري تشامبر ووراها تشامبر اسمها ديو تشامبر عشان كده بص بقى الايريس ريليتد اثنين تشامبر انتيريور وستيريور لا اثنين سيرفيس انتيريور سيرفيس و وستيريور سيرفيس لا اثنين بوردر بيوبيلاري بوردر دي فري ولا اتاتشد فري صح فري و سيريالي بوردر اتاتشد لمين سيريالي بوردر يبقى لها اثنين بوردر واثنين سيرفيس ولا ريليتد اثنين تشامبر في مشكله في النقطه دي كلام سهل خالص الانتيريور سيرفيس بتاع الايريس ليس املس ركز خالص الانتيريور سيرفيس ليس املس مفيش النور بصي الرسمه دي بتاعت او الصوره دي بتاعت الانتيريور سيرفيس الجاب الانتيريور سيرفيس ده املس اما في الانتير سيرفيس ده يعني زي السبوره كده ولا في بصي حتت واطيه وحتت طالعه في الريجولاريتيز وجود الريجولاريتيز على الانتير سيرفيس از كولد ايريس باترن مهمه جدا 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 احنا الانتير سيرفيس الايريس بتاعنا الانتير سيرفيس بتاعه مش امس عليه حتت عاليه وحتت واطيه الريجولاريتيز
بصي لو جيت تركزي كده في الايرس لا شكله عامل كده. بصي ادي الايرس اهو وادي البيوبلا في اليفيشن اليفيشن داير ما يدور اسمه كولاريت. كولا يعني رياء. كولا يعني رياء. كولا يعني رياء. كولاريت يعني داير ما يدور محوطه مين البيوبلا. في اليفيشن تاني اسمه راديال ستريك. راديال ستريك. في ديبريشن اسمه كريبتس وفي ديبريشن تاني اسمه سيركولار فالو. مش مهم في حتت عاليه وحتت واطيه مفيش حاجه سموز. اهم حاجه في العالي كولاريت واهم حاجه في الواطي كريبتس. انت عارف كريبتس دي يعني ايه؟ كريبتس حاله واطيه منخفضات. وده اللي اسمه على فكره في الافلام الهنديه بصمه القزحيه. ممكن داخلة اتفرج على الكلام كده تلاقي عميد اكس جاي يعدي من الباب فيطلع شعاع من النور. واخد بالك ازاي؟ عشان الباب يفتح له ايه يقفل له. شكل الريجولارتس دي عندي غير عندك غير عنده غير عنده غير عندها غير عندها مش متساويه خالص. مفيش اتنين زي بعض في الريجولارتس. شكل شكل اللخبطه اللي على الانتير سيرفيس دي اسمها بصمه القزحيه. عملاق المطارات دلوقتي اسمها مطارات متقدمه يعني. تمام صح الكلام ده؟ طب تمام. ايرس كلر ملاحظة غريبة جدا، لون الايريس يا دكتورة دينا لا يتحدد غير على سن 1 يير. وتحصل مفارقة عجيبة، لو ليك مثلا أخ ولا أخت كبار وجايبين عيل، أول ما عيل يقول لك الله عينه ملونة، الله طالع عينه ملونة مش عارف شبه مين. بعد شوية يقول لك قلب اتحسد، ده عينه قلبت. هي ولا قلبت ولا اتحسد هو اللون لا يتحدد النهائي غير على سن إيه؟ 1 يير. أنا أول ما ابني اتولد قال لك الله عينه ملونة طالعة زي جدته أم أمه. أم مراتي. اول ما عينه لونت قال لك مين حسنه؟ جدته ام امي. هو ام ابويا. ام ابويا انا. يعني لما طلعت من ورا طلعت شبه امها. اما اتحسن يبقى امي اللي حسنته. حاجه جدتي طبعا. طبعا اقوى لون اقوى لون واحلى لون هو اللون الايه؟ الاسود طبعا. وربنا خلق الايرس دي كبيجمنت الدايفرام. يحجب عنك الاشعه. اقل شويه في حجم الاشعه البراون. اقل شويه جرين. وحش خالص وكخ كخ كخ البلو وحش جدا الازرق ده زباله زباله زباله. اللي لون عينه اللي لون عينه ازرق هتلاقيه متضايق من الشمس. لما يلبس نظاره شمس يا شغلانه تلاقيه متضايق من الاضاءه الشديده زي كده. ده حقيقي مش بهزار. طب تمام. تحت الميكروسكوب خلاص فاضل لي دقيقتين. تحت الميكروسكوب لو ده الايرس كده بس عشان عينك تزرق تحت الميكروسكوب. تحت الميكروسكوب الايرس لو عامل زي الفرد الشبشب كده هتلاقي الانتيريور سيرفيس عليه اندوثيليا والبوستيريور عليه ابيثيليا وفي النص فيه ستروما وعضلات بس خلاص. يبقى هي مكونات الايرس كمينيوت اناتومي انتيريور اندوثيليا ستروما ماسلز بوستيريور ابيثيليا. هذا الاندوثيليوم يا اخواتي الاعزاء ما هو الا كونتينيويشن للاندوثيليوم بتاع الكورنيا. الاندوثيليوم الكورنيا يكمل ويغطي الانتيريور سيرفيس بتاع الايرس. صعب الكلام ده؟ هذا الاندوثيليوم مش موجود في منطقه الكريبتس. الكريبتس دي حتت الوطي ولا العالي يا عم احمد؟ حتت الوطي. ادي واحد. ستروما الف. ستروما از كونكتيف تيشو يبقى فيها ايه؟ بلاد فيزلز. نيرفز. ميلانوسايت بقى ميلانوسايت عشان تدي الايريس الايه؟ اللون. ثم العضلات وهنتكلم عن العضلات كمان شويه. ثم الابيثيليوم. ربنا يخلق للايريس من ورا بيجمنتد ابيثيليوم عباره عن طبقتين من البيجمنتد ابيثيليوم. طبقتين من البيجمنتد ابيثيليوم. طيب ايه العضلات دي؟ ايام الفارماكولوجي اكيد وجعوا لكم دماغكم بالرسمه دي. ان الايريس له عضلتين. عضلة زي الحلقة وعضلة عاملة كده. اللي كانت زي الحلقة دي كان اسمها ايه دي؟ كونستريكتور او سفنكتر بيوبيلي. واللي جاية ريديال. كلمة ريديال في الطب ريديال او عندنا في العين يعني حاجة جاية من البريفري للسنتر. او جاية من السنتر للبريفري. عارفين كنا بنرسم الشمس ازاي زمان؟ هنرسمها كده. التوزيع الخطوط دي ريديال. ريديال. فالعضلات ماشيه كده اهي من السنتر للاطراف. العضله اللي ماشيه من السنتر للاطراف دي اسمها دايليتور بيوبيلي. سؤال غبي. كونستريكتور اللي عامله حلقه لما تنقبض تعمل ايه في حدقه العين؟ ها؟
ميوزس. والدايليتور لما تنقبض تعمل ايه في حدقه دايليت؟ تعمل ايه في حدقه العين؟ توسعها. بلاد سبلاي هناخد الحصه الجايه، والنيرف سبلاي هناخد الحصه الجايه، بس انا عايز اعرف ايه النيرف سبلاي بتاع العضلات دي؟ الكونستريكتور بارا سمباثيتك والدايليتور سمباثيتك. لو لسه حد بيتلخبط، هو السمباثيتك ده مش بتاع الخوف والفزع صح ولا مش هيعمل ايه؟ ولا لما يكون داخل عليا اسد وخايف ومفزوع، حلقه العين تتسع ولا تضيق؟ يبقى منطقه الدايليتور يغذيها مين؟ سمباثيتك، والكونستريكتور يغذيها مين؟ في امتحان على الكورنيا اخر الاسبوع الاربعاء والخميس، عشان محدش يقول لي ما قلتش. ان شاء الله نكمل مراجعه الكونجنتايفا عشان الناس اللي بتعمل ضد بعض. هنكمل مراجعه الكونجنتايفا ونص الكورنيا، راجع نص الكورنيا يوم السبت الساعه 11. ما عادش دي الاربعاء، يوم السبت 11.